برضو من الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا نقدر ان احنا نحصل عليها كبيانات، الحاجات اللي علاقة مثلا بفلكسبيليتي وموبيليتي. يعني هنتكلم مثلا على البني ادم ده يقدر يحرك الجوينت بتاعته دي انجل قد ايه، ويقدر ان هو يعني الليميت بتاعها كام. وبرضه بالنسبه مثلا لو انا مثلا البني ادم ده مثلا نايم بالشكل ده كده، يقدر يحرك ايديه رينج قد ايه برضه كانجل، وك يعني نوصلها لغايه فين. نفس الكلام كل الحركات المختلفه بتاعت كل الجوينتس ممكن ان احنا برضه نحاول نجيب لها او بنلاقي لها فعلا اكشوال تيبلز تقول لنا الرينج بتاعها عامل ازاي. بتكلم مثلا عن رينج اوف موشن، لو انا مثلا عندي مثلا امبلوي قاعد كده على مكتب، عايزين اعرف الرينج اوف موشن بتاع الهاند دي عامل ازاي في الفيرتيكال دايمنشن وفي الهوريزونتال دايمنشن. لان انا لو بعمل ورك ستيشن مثلا، انا يهمني ان الايد بتاعت الامبلوي او الاوبريتور ده يقدر وهو قاعد يعمل كل الحاجات اللي المفروض يعملها، ما يضطرش ان هو يقوم من مكانه عشان يضغط على الزرار في الجهاز اللي هو بيشتغل عليه. فدي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي، عشان لو بعمل مثلا انترفيس قصاد اليوزر دوت، ابقى عارف الرينج اوف يعني ريتش بتاع الشخص دوت، علشان اقدر اعمل له كل الانترفيس بتاعه within الريتش بتاع الايه بتاع الشخص دوت. بتكلم عن حاجات برضو لها علاقه بالفانكشنال ورك، يعني بيبقى دايما عندي في المكان اللي قدامي ده اريا كده بقول ان هي الفانكشنال اريا، يعني ببقى بشتغل فيها وانا مستريح، ما بعملش اكستنشن، ما بضطرش ان انا امد ايدي بعيد كده عشان اجيب حاجه معينه. فبحاول دايما ان انا اخلي الاريا دي هي الاريا اللي فيها معظم الكنترولز المهمه اللي انا بحتاج اعملها طول الوقت. الحاجات اللي انا مش بحتاج اعملها كتير ممكن اخليها بعيد شويه، بس برضو ستيل ان ريتش. الفيجوال ورك، لو انا مثلا عندي الامبلوي ده بيشتغل على ورك ستيشن محتاج يشوف شاشه، فلو انا قاعد مثلا بيبقى في دايمنشنز محدده الشاشه دي المفروض تكون موجوده فين، والانجل بتاعتها المفروض تكون موجوده ازاي علشان اقدر اشوفها بشكل ابقى مستريح فيه، يبقى ايديال سيتويشن بالنسبه لي. لو الشخص اللي هو اليوزر ده واقف، يبقى معنى كده برضو لازم احط الشاشه بدايمنشن معين، بسايز معين، او بمسافه معينه من على سطح الارض، وفي نفس الوقت يبقى ايه الانجل بتاعت الديسبلاي برضو تبقى كام. يعني هنا طبعا واضح ان الانجل هنا تبقى فيرتيكال، بس يعني على الاقل ابقى عارف برضو ان المفروض ان دي تبقى موجوده فين بالظبط بالنسبه لليوزر. ولو عندي سكند ديسبلاي المفروض يبقى موجود فين، يعني هنا مثلا بيبقى سكند ديسبلاي موجود فوق هنا كده وبانجل مثلا 20 درجه، يبقى انا عارف برضو ده يتحط ازاي. فالحاجات دي كلها الحقيقه موجوده مثلا، يعني دي اللي كان عاملها مثلا كودك، فهنلاقي عندنا داتا بيزز بالشكل ده كده. مش شرط تكون ميليتري بقى، بيبقى في عندنا بعض الشركات عملت بعض الاختبارات او بعض القياسات الانثروبومتريك ميجرز بالشكل ده كده، ولقت ان في بعض الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نتعارف ان هي يعني متفق عليها بالنسبه ل فيري لارج بوبيليشن، او نقدر نعرف على الاقل اللارج بوبيليشن او معظم البوبيليشن ممكن تبقى مستريحه الدايمنشنز كام، بحيث نبني عليها بعد كده الديزاين مثلا بتاع ورك ستيشن، الديزاين بتاع لو انا بعمل اوفيس مثلا اعمل المكتب مثلا ارتفاعه قد ايه. الحاجات دي كلها جايه من قياسات بتاعه الفيجوال ورك.